السلام عليكم، بارك الله فيك شيخ محمد القاضي. الله يسلمك، تفضل. حضرتك بخير يا شيخنا. وانت طيب، الله يستر عليك. الله يحفظك. يا حالك نسألك اتساع صدرك، لدي بضعة أسئلة سريعة. سأل وأسرع. أشكرك شكرا جزيلا. نسألك صالح الدعاء لي ولدي ولذريتي ولأمة المسلمين أجمعين. الله يوفقنا وإياك وذريتنا وذريتك والدينا والديك والمسلمين والمسلمات يا رب. بارك الله فيكم يا شيخ. وإياك. سأل أول استأذنك، قول الله سبحانه وتعالى: ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا، هل هذا إلزام يا شيخ بأن أي شيء مرتبط بالمستقبل لابد فيه قدم المشيئة سبحانه وتعالى؟ قدر الاستطاعة. يعني هل هو إلزاما أم يستحق؟ لا تجادل في كلام الله كثيرا. خلاص يعني أنا عفوا يا شيخ أنا. اسمع كلام الله. هناك من يقول لي خلص اسأل بنت، قلت سريعا لا تبطئ، هتبطل أوقف. ها السؤال الثاني. السؤال الآخر، الله يكرمك، قول الرسول صلى الله عليه وسلم: أول بن صالح يدعو له. هل هنا الدعاء يعني لأنه ولد صالح أم أنه صالح فليدعو له؟ يعني لو ولد فاجر فيدعو له استجاب ولا لا تقصد؟ انما يتقبل الله من المتقين. غفر الله لنا ولكم. شكرا جزيلا. وليس معنى ان الكلام الاخر لا يتقبل. تفضل.